بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت سفارة مصر في العاصمة الرومانية بوخارست أن موعد إقلاع طائرة الرحلة الثانية لإعادة المصريين الذين عبروا من أوكرانيا إلى رومانيا سيكون الليلة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من مطار هنري كواندا الدولي ببوخارست. هذا وناشدت السفارة المصرية في بوخارست المصريين الذين لم يسجلوا أسماءهم ويرغبون في السفر على طائرة الإجلاء الليلة سرعة التوجه للسفارة لتسجيل أسمائهم، وبالتزامن تقرر إرسال طائرة إلى سلوفاكيا لإعادة المواطنين المصريين الذين اجتازوا الحدود الأوكرانية السلوفاكية. ودعت السفارة المصرية في براتيسلافا المواطنين المصريين المتواجدين في سلوفاكيا من غير المتواصلين مع السفارة راغبين في العودة إلى أرض الوطن على متن الطائرة القادمة لتسجيل بياناتهم تمهيدا لإعادتهم، كما دعت فاقدي جوازات السفر إلى التواصل مع السفارة لاتخاذ اللازم. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن توقف عملياتها العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال وتمت تلبية مطالب موسكو. وأضاف الكرملين في بيان أن بوتين قال إن العملية تسير وفقا للخطة والجدول الزمني، معربا عن أمله في أن يتخذ المفاوضون الأوكرانيون نهجا بناء في المحادثات. أجرى الرئيسان الفرنسي مانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفي استمر 105 دقائق، أكد خلاله بوتين استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا في حال التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة. وقد بحث الرئيسان الروسي والفرنسي حسب بيان الكرملين قضايا إخلاء المدنيين من مناطق الاشتباكات القتالية، حيث لفت بوتين الانتباه إلى كييف حيث تواصل عدم الإيفاء بالاتفاقات التي تم التوصل إليها. وذكر الكرملين أن الرئيسين أجريا الاتصال الهاتفي بمبادرة من الطرف الفرنسي، موضحا أن بوتين اتهم متطرفين أوكرانيين بارتكاب حادثة وقعت يوم الثالث من مارس في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. وأشار بيان صادر عن قصر الإليزي إلى أن بوتين نفى لماكرون خلال المكالمة استهداف مدنيين في أوكرانيا، مضيفا أن روسيا ستحقق أهدافها بالحرب أو عبر المفاوضات. وأوضح بيان الإليزي أن ماكرون أبلغ بوتين أن استخدام مصطلح النازية غير مقبول. من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الروسية دمرت مطار فينيتسيا بالكامل. وفي خطاب بثه التلفزيون الأوكراني، وجه زيلينسكي نداء للشعب الروسي طالبه فيه بالخروج إلى الشوارع للاحتجاج على العملية العسكرية الروسية، وإلا فإنه سيواجه الفقر والقمع. وأكد زيلينسكي أن الروس شأنهم شأن الشعب الأوكراني أمام خيار بين الحياة والعبودية، مشيرا إلى أن القوات الروسية تواصل هجومها يوم 11 وتستعد لقصف ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف مطار فينيتسيا وسط أوكرانيا، معللة ذلك بكونه مطارا عسكريا. وأوضحت الدفاع الروسية أنه عبر قصف المطار تم تعطيل مقاتلات أوكرانية، مشيرة إلى أن استخدام المقاتلات الأوكرانية لمطارات دول أخرى يعتبر مشاركة منها بالصراع. أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا وجود متطوعين من مختلف دول العالم يساعدون الجيش الأوكراني في الأزمة مع روسيا. وفي كلمة له، أضاف وزير الخارجية الأوكراني أنه لا بد أن نعرف أن الجيش الأوكراني كله منظم وجاهز للدفاع عن كييف. هناك متطوعون من مختلف دول العالم الذين يخدمون إلى أوكرانيا لمساعدة ولمؤازرة الجيش الأوكراني في هذه الحرب ومن أجل أن يقاتلونا ضد روسيا. أنا لن أفشي بكل المعلومات في هذا الشأن، ولكن يجب أن نعرف بأن الجيش الأوكراني كله منظم وجاهز للدفاع. وهناك أيضا موضوع آخر، قضية انضمام
أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث قدمنا طلبا بهذا المجال وأيضا أخذنا الوعود بأنه سوف يكون هناك دعم في الاستعجال وتسريع هذه العملية. وقد أخذوا بجدية هذه الطلبات. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يؤثر على الاستقرار العالمي. وخلال مؤتمر صحفي له في العاصمة المولدوفية تشيسيناو، أشار بلينكين إلى أن واشنطن وشركائها الأوروبيين يبحثون حظر استيراد النفط الروسي. وجودنا هنا بادئ ذي بدء، لأننا نتعامل مع هجوم وعدوان روسي قوي جدا له أثر كبير على الشعب الأوكراني، رجالا ونساء وأطفالا، الكثير منهم شاهدناهم بالأمس في حدود بولندا، الكثير منهم ترونهم كل يوم هنا في جمهورية مولدافيا الذين أجبروا على النزوح بسبب الحرب، ولكن أيضا التداعيات المترتبة على النظام والأمن العالمي الذي عملنا لعقود طويلة لمحاولة الحفاظ عليه. أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن هناك تقارير موثوقة للغاية تشير إلى ارتكاب روسيا جرائم حرب في هجومها على أوكرانيا. وأشار بلينكين إلى اطلاعه على تقارير عن هجمات روسية متعمدة على مدنيين ترقى إلى جرائم حرب، مؤكدا أن الولايات المتحدة تنظر في هذه المعلومات. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستقود معارضة دولية للوقوف بوجه أي هجوم روسي في أي مكان وبأي وقت، لافتا إلى الجهود الأمريكية لتعبئة رد فعل دولي بهدف عزل روسيا وإلحاق الضرر باقتصادها. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين سيلتقي الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في باريس بعد غد. وأشار برايس إلى أن الهدف من زيارة بلينكين للعاصمة الفرنسية هو مواصلة تنسيق الرد بين البلدين على الهجوم الروسي على أوكرانيا. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل مع بولندا بشأن إمكانية تقديم وارسو طائرات مقاتلة لأوكرانيا بالتشاور مع الحلفاء الآخرين. وأوضح متحدث باسم البيت الأبيض أن إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا هو قرار سيادي يتخذه أي بلد، مشيرا إلى وجود خطط لتقديم الخدمات اللوجستية ومن بينها كيفية نقل الطائرات من بولندا إلى أوكرانيا. أعلن الاتحاد الأوروبي انضمامه إلى أعضاء مجلس دول بحر البلطيق في تعليق عضوية روسيا وبيلاروسيا فيما يخص أنشطة المجلس. وجاء في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي أن هذا القرار يعد جزءا من استجابة الاتحاد الأوروبي والشركاء ذوي التفكير المماثل لعملية روسيا العسكرية في أوكرانيا. حثت وزارة الدفاع البريطانية المواطنين البريطانيين عدم التوجه إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا. جاء ذلك على لسان قائد القوات المسلحة البريطانية والذي أشار إلى أن مثل هذا الأمر غير قانوني، لافتا إلى أنه غير مفيد بالنسبة للجيش البريطاني ولسكان المملكة المتحدة، داعيا إلى دعم أوكرانيا بطرق أخرى من داخل بريطانيا. The whole world is coming together to apply pressure. حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن عدد اللاجئين الأوكرانيين سيزداد عدة مرات في الأيام والأسابيع القادمة. وأثنت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك عقدته في مدريد مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز على جهود ما وصفته بدول المواجهة مثل بولندا ورومانيا والمجر لتضامنها مع أوكرانيا باستقبال اللاجئين. على واقع الهجوم الروسي على أوكرانيا، يتوقع مراقبون أمميون أن يصل عدد اللاجئين الفارين اليوم إلى 1.5 مليون شخص مع دخول الهجوم الروسي يومه 11، فيما تضغط أوكرانيا من أجل الحصول على المزيد من المساعدة الغربية تشمل مزيدا من العقوبات ضد روسيا وأسلحة أكثر فعالية في مواجهة الهجوم. موسكو وكييف تبادلتا الاتهامات عن فشل تطبيق وقف إطلاق النار أمس الذي كان سيسمح
المدنيين بالفرار من ماريوبول وفورنوفاخا، وهما مدينتان في جنوب أوكرانيا تحاصرهما القوات الروسية. ووصل الأوكرانيون الذين تمكنوا من الفرار إلى بولندا ورومانيا وسلوفاكيا المجاورة وأماكن أخرى. مفاوضون أوكرانيون أعلنوا أن جولة ثالثة من المحادثات مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار ستعقد الاثنين بعد جولتين لم تسفر عن شيء يذكر. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا في خطاب بثه التلفزيون السكان في المناطق التي تحتلها القوات الروسية إلى القتال، ومن جانبها قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن القوات الروسية تستهدف المناطق المأهولة في أوكرانيا، لكن شدة المقاومة تبطئ التقدم الروسي، بينما تنفي موسكو هذا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جدد مطالبه بأوكرانيا دولة محايدة منزوعة السلاح، كما حذر من أن العقوبات الغربية ستصل لدرجة إعلان حرب على بلاده. أفادت وكالة رويترز للأنباء بقيام جنود أوكرانيين بتعزيز الدفاعات حول العاصمة الأوكرانية كييف وحفر الخنادق وإغلاق الطرق. يأتي ذلك في الوقت الذي قصفت فيه القوات الروسية المناطق المحيطة بكييف. من جهة أخرى، اتهمت سلطات مدينة خاركييف الأوكرانية روسيا باستهداف مركز يضم مختبرا نوويا. إلى ذلك، قالت السلطات المحلية في مدينة ماريوبول الأوكرانية إن قافلة سيارات تقل أشخاصا يجرى إجلاؤهم لم تتمكن من مغادرة المدينة، وأشارت إلى مواصلة القوات الروسية عمليات القصف. بثت وزارة الدفاع الروسية لقطات لما قالت إنها عملية عسكرية في أوكرانيا، وقالت الوزارة إن اللقطات أظهرت قوات مشاة في منطقة كييف. ووصفت الوزارة المقاطع المصورة بأنها وحدات من القوات المحمولة جوا تغادر، وقالت إن أطقم الطائرة Su-34 ضربت أهداف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة تم إطلاقها من الجو. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فشل المحاولة الثانية لإجلاء ما يصل إلى 200,000 شخص من مدينة ماريوبول الأوكرانية. وأشار الصليب الأحمر إلى أن ذلك يرجع إلى عدم وجود اتفاق فعال بين أطراف النزاع. وأكدت اللجنة الدولية في بيان لها أنها تعمل على تسهيل الحوار بين الأطراف حول الممر الآمن للمدنيين بصفتها وسيطا إنسانيا محايدا وغير متحيز. Thank you.
مشاهدينا، نتابع الآن وصول عدد من اللاجئين الأوكرانيين إلى الحدود البولندية المجاورة، ويتوالى وصول الحافلات إلى الحدود الأوكرانية البولندية عبر الساعة، وتستقبل السلطات البولندية اللاجئين الأوكرانيين، وقد دعت السلطات البولندية المواطنين لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين باعتبارهم من دولة من دول الجوار البولندية. دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى تأمين ممرات إنسانية ومساعدات حيوية للمدنيين الأوكرانيين في مواجهة الهجوم الروسي. وقال بابا الفاتيكان في كلمة له أن الأمر لا يتعلق بمجرد عملية عسكرية في أوكرانيا، وإنما بهجوم يتسبب في وقوع خسائر مادية وبشرية، مطالبا بوقوف العنف واحترام القانون الدولي. على جانب آخر، حذرت الأمم المتحدة من أن عدد اللاجئين الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا تجاوز 1.5 مليون لاجئ، ما يخلق أزمة لجوء تعد الأسرع تفاقما في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية. قالت بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة إنه تم تأكيد مقتل ما لا يقل عن 364 مدنيا في أوكرانيا منذ بدء القوات الروسية عملياتها العسكرية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، فيما أصيب 759 آخرون. وأضافت الأرقام المتعلقة بالضحايا حتى الخامس من مارس 13 وفاة و52 إصابة إلى الخسائر التي سجلها مراقبون من مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس السبت.
أعلنت شرطة الحدود الرومانية أن أكثر من 227 ألف أوكراني دخلوا البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية، كما غادر أكثر من 15 ألف منهم البلاد بالفعل. ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس الروماني كلاوس يوهانس قوله خلال زيارة إلى الحدود الشمالية للبلاد إنه لن يتم منع أي أوكراني من دخول رومانيا، مشيرا إلى أن السلطات الرومانية تعتقد أن الوضع سيستمر لفترة طويلة.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسمح بسداد المدفوعات لبعض الدائنين الأجانب من الدول التي فرضت عقوبات على موسكو بالعملة الوطنية الروسية. وبمقتضى المرسوم ستتمكن الشركات الروسية مؤقتا من سداد الديون للدائنين من هذه الدول بالروبل، وذلك للوفاء من قبل روسيا ومناطقها وبلدياتها وشركاتها بالالتزامات بموجب الائتمانات والقروض والأدوات المالية للدائنين من الدول التي ترتكب أعمالا عدائية ضد روسيا. وأعلنت روسيا بالتزامها بدفع السندات الروسية بالكامل وفي الوقت المناسب، مؤكدة أيضا على أن مدفوعات الديون للسكان في الخارج ستعتمد على القيود المفروضة من الدول الأجنبية. تسهيل إجراءات فرض عقوبات على الأثرياء المقربين من الكريملين خطوة تسعى إليها الحكومة البريطانية في إطار العقوبات الاقتصادية التي تفرض على روسيا. المملكة المتحدة تتعرض لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي من إجراءات لتضييق الخناق على المكاسب التي يحققها رجال أعمال كبار مقربون من بوتين ويستثمرون أموالهم في عقارات فاخرة في لندن إحدى الوجهات المفضلة لديهم. الحكومة البريطانية أعلنت أنه سيتم إدخال تعديلات على مشروع قانون الجرائم الاقتصادية الذي تسعى الحكومة لأن يقره مجلس العموم يوم الاثنين لتكثيف الضغط على نظام الرئيس فلاديمير بوتين، وستسمح تلك التعديلات بتقليص الموعد النهائي أمام الشركات الأجنبية لتسجيل المالكين المستفيدين من 18 شهراً إلى 6 أشهر من أجل المساعدة في القضاء على غسل الأموال باستخدام عقارات المملكة المتحدة. في المقابل توعدت موسكو باتخاذ إجراءات للرد على ما أسمته هستيريا العقوبات التي لعبت فيها لندن أحد الأدوار الرئيسية، وذلك وفقا لما أعلنته روسيا. من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن العقوبات البريطانية لا تترك لموسكو أي خيار سوى اتخاذ إجراءات انتقامية قاسية ومتناسبة، وذلك حسب قولها، مضيفة في الوقت ذاته أن لندن اتخذت قرارا نهائيا بالمواجهة المفتوحة مع الدب الروسي. قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن تقدم أوكرانيا طلبا للحصول على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار هذا الأسبوع. وأضاف الصندوق أن الحرب الجارية والعقوبة المرتبطة بها سيكون لها تأثير خطير على الاقتصاد العالمي. لم يكد الاقتصاد العالمي يتنفس الصعداء جراء تداعيات فيروس كورونا حتى ألقت الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالا قاتمة على التوقعات الاقتصادية لعدد من دول العالم. صندوق النقد الدولي حذر من أن التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة للحرب في أوكرانيا ستكون مدمرة أكثر إذا تصاعد النزاع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيكون للعقوبات المفروضة على روسيا تأثير جوهري على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية مع تأثيرات جانبية على دول أخرى. ومع اقتراب سعر برميل النفط من 120 دولارا يزيد الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والمواد الخام بشكل عام من الاتجاه التضخمي الذي بدأ العالم يشهده مع تعافيه من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بنهاية عام 2021. ولفت صندوق النقد إلى أن الارتفاع في الأسعار ستكون له تأثيرات في جميع أنحاء العالم، لا سيما على الأسر ذات الدخل المحدود والتي تكرس للغذاء والطاقة نسبة أكبر من ميزانيتها. أما أوكرانيا فأصبح واضحا طبقا لصندوق النقد أنه سيكون عليها مواجهة تكاليف مهمة مرتبطة بإعادة تشغيل اقتصادها وإعادة إعمار المباني المدمرة أو المتضررة. صندوق النقد شدد على أن الدول التي تربطها علاقات وثيقة بأوكرانيا وروسيا معرضة بشكل خاص لخطر النقص ومشاكل في الإمداد.